فين الكومبارس يا اسف؟ يا بيه انا رحتهم المكان اللي حضرتك قلت لهم يقفوا فيه مش لاقيهم خالص. مخرج قال لو ما تبستوش في خلال دقيقة هتبقوا بره. ايش؟ في فرصة أخيرة الله يرحمه أنهم يشتغلون معانا في المسلسل العربي. نقص ولا نسوي اي شيء؟ ما ادري انا محتار. انا انتم متاكدين اني ما عمري شفتكم قبل هالمره؟ لا طبعا لا. من انت؟ من انت حنا؟ من انت؟ انا انت راعي البيت. ايه انا راعي البيت. ايه ما عمري شفتكم قبل هالمره؟ لا طبعا احنا كنا برا. ايه الله يعطيكم العافيه، خلصوا شغلكم ويا ها ضبطوه ضبط. ابشر لا تقطعوا شيء وتجدعونه. انا باصل وارجع، لا ارجع لانتم خاصين. خذ لكم همه. وش رايك الحين؟ وش نتصرف؟ وش نسوي؟ خلاص يا اخوي تغير صوتك بعد. خلاص رجع راح. ما اقدر. وش تريني؟ ما ادري شوين لو طاب علينا. تبغين انا اتورط فيها ويجي يهجم علي انا؟ لا. اعتقد نقدر نسوي شغلنا هذا صح بسهوله؟ طبعا اكيد لازم نتصرف، احنا موهوبين وانت عارف هذا الكلام. اجل اسمع حسين، الآن بسرعة أنت تدخل تأخذ مقاسات السجاد والموكيت وزوالي، وأنا أباخذ المقاسات اللي هنا. تفضل. متر مترين ثلاثة متر. أيوة في متر. أرجع كذا. أربعة خمسة ستة. ثلاثة متر في ستة متر. توكل على الله. مشينا. نسيت حاجة. أعوذ بالله وش الطاقية. حسين وين راح ذا؟ عاد هذا وقته يا حسين اللي لازم يطلع. طيب أنا عارف المقاسات، أنا بقص.
لا هذا ما ينفع. حسين 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 يا متوهم انا. والله هذا صوت حسين. حسين انا سم حسين 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 انت هنا حسين وينك يا حسين حسين قلنا شك شكني يا صديقي ما دريت انك مش قاعد تسوي انت هنا روح انا اقول لك صديقك حسين صار بشك شك مش قاعد تسوي انت هنا يا حسين قمقم كنت اشم هواء شم هواء هنا تحت الفرشه انا فينك بطيء ممتاز جدا ركب الركب من غير ما قاعد نفكك ونشيل الدلفه بس اسمع يا من تحت باين شكله فار لا باين ليش انتظر؟ احنا استلمنا الفلوس وركبنا انا ممكن. يلا عشان نلحق نرسل السباكين. يلا. اقول لك ليه قبلنا ها؟ مشينا يلا خلصنا خلصنا. ايه ما شاء الله لا الله يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه خلصتم خلصنا مره واحده ونظفتوه ونظفناه الله يعطيكم العافيه عاد انا بمر بالمؤسسه وبكلمكم ان شاء الله ابى طيب خواطركم تستاهلون ما دام نظفتوه جزاكم الله خير الله يعطيكم العافيه ايه ما دام نظفوها شوه بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله وش الشغل وش مسوين الله لا يوفقهم ولا يبارك فيهم انا الخبل اللي اخليهم وين راحوا وين راحوا يا رب وين انتم هين الاليف انا هالعين يا عبد الله يا عبد الله يا ولد اختي تراك دورت راسي ما اقول ايش تبي خلصني يا خال انا ما بي شيء انا تبغى شيء لكن شنو حسين يا خال حسين ايش في حسين قاعد يمر بحالة نفسية سيئة جدا ها عسى ما شر الحال المادية يا خال الحال المادية عند حسين سيئة رجل ما هو لاقي وظيفة رجل ضايع ما هو لاقي شغل فهمت الحين فهمت تقول انك جاي تبي فلوس سلف لا يا خال لا ارجوك لا تفهمني غلط لا انا لا يمكن استلف انا لا يمكن انحني ابد يموت الشجر وانا ما شاء الله عليك دريت الحين تبي فلوس عشان تعطيه زميلك حسين بالضبط يا خال رجل مسكين تايه ما هو لاقي قرش
عجيب والله. وين انتم؟ اقول ترى سباكين. سباكين؟ سباكين ترى ترى سباكين؟ انا السباكين، منت قال جيبوا سباكين؟ انت قال جيبوا سباكين، انا ما عمري شفتكم قبل هالمره. شفتنا؟ مين يعني قصدك؟ اللي خرب لك المكيف اللي قطع اسلاك؟ ولا هذول اللي خرب عليك الموكيت ومرمطوك؟ ها؟ ها؟ لا احنا نقول يعني انه احنا سمعنا سمعنا كلام الكلام سمعنا كلام انت شري تدرون عاد؟ لو امسكهم بس ثاني الواحد افركه فرك وانفخه طيره. والله العظيم اقول والله والله نسوي الشغل على احسن ما يرام. يلا ان شاء الله يلا ادخلوا امشي تعزل على الشغل توكلنا على الله. يلا يلا دويا يلا لا اعطيني الفك 14 خذ هذا هو اللي بدك انا الاهميات تفضل ابغى شغل مضبوط ابغى شغل كويس ها ها اذا سمحت الحقيقة بس لأنه احنا محتاجين نعرف بس وش اللي احنا نبغاه بالضبط هو Thank you.
ايش هذا؟ ها؟ يا وسيم يا وسيم، هذه نظافة نظافة. يعني عشان تغسل السيارة تخلينا سفينة هي؟ ها؟ خليت الحارة كلها بحر؟ وسيم وسيم أقول لك روح، خلنا ننظف السيارة يا وسيم، لا تعطلنا يا أخي. أص يا أبويا، الموية هذه ما جاتكم ببلاش، حرام عليكم دعدعتوا الموية. هي يا وسيم أنت ما تفكرني يا أبويا. انتبه، آسف آسف آسف، متأسفين يا وسيم. لحظة يا أبويا، انتبه أقول لك الموية. يا شوف اخوك، وسيم ما يقصد يا شيخ. شوف اخوك قاعد تطردشني بالمويه انا. يا عبد الله، وسيم وسيم من ولد جارنا، ولا نقدر احنا انه احنا نقول له. اقول لكم المويه. لحظه لا تقدم، لحظه يا احسن لك ترى والله. يا ابويا استني احسن لك. يا اخي انت ليش تعمل انا؟ يا اخي شوف اخوك اشرح لك الموقف كامل. يا شيخ المويه حرام عليكم. يا وسيم 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 والله وسيم يا. طيب حسين، طيب عبد الله، إذا ما وريتكم ولا أنا ما أكون هزيم أبو طاقية يا شيخ. إذا ما عرفت أخذ حقي منكم، طيب طيب يا وادي. أنت إيش بك مبلبل كده يا وادي؟ حطت مطرة ولا إيش؟ لا يا أبويا ما حطت مطرة. أجل إيش بك مبلبل كده؟ والله لازم أشتكيهم، لازم أشتكيهم. تكويهم؟ إيه يا ولدي، روح روح أكويهم وغسلهم مرة ثانية أحسن. يا ابويا اقول لك اشتكيهم، اشتكيهم. ها ارفع صوتك. اشتكيهم يا ولدي. لا ترفع صوتك علي يا ولد، لا ترفع صوتك على ابوك كمان. طيب ايش اللي انت تقوله؟ اتكلم زي الناس. بقول لك بدي اشتكيهم. مين هذول؟ بس تعتقد تعتقد اشتكينا وسيم؟ سميه وسيم هذا؟ هذا هذا وسيم هذا؟ هذا اطرب انش، ولا يعرف يشتكي ولا يعرف يتكلم، وش عليك منه؟ طيب طيب حسين، طيب عبد الله. حسين وعبد الله جيراننا يا ابويا. فيراننا؟ جاب الفيرانين يا واد. يا واد انا ما قلت لك اشتري مصايد يا واد عشان الفيران يا واد. يا ابويا انا قلت فيران، اقول جيراننا، جيراننا. فيران ايه يا واد؟ بدك ترددها مرة ثانية. يا شيخ استحي على وجهك. يا ابويا جيراننا، جيراننا. اسمهم هذول جيرانك. شوف كيف بهدلوني، كيف فرقوني. حسين وعبد الله. يا ولدي الله يصلحك، روح روح غير حواجك لاجي لك بر. طيب ابى اروح، بس أباك تسك الراديو شوية، بدي أتصل بالتلفون. ها؟ أباك تتصل بالراديو شوية، بدي أتصل بالتلفون. مو وقته مو وقته، خليني أسمع المسلسل وبعدين. تكفى يا أبوي دقيقة واحدة بس، والله ما أطول عليك، دوام يا أبوي. طيب طيب، خليني أسمع المسلسل حق أم حدجان وبعدين أتكلم. لسه بدري المسلسل يا أبوي، يمديني أتصل بعدين تيجي. طيب يا ولدي، أنا دحين أروح أتوضى. الله يخليك. إذا جات خلصت الأغنية هذه، قول لي عشان أنا أجي أسمع المسلسل. هاي الأغنية يا أبوي؟ ايوه بس اسمع. شايف الراديو هذا؟ انتبه عليه، اصحك تفرط فيه. لا ولا يهمك ابويا. شايف الراديو هذا يا ولدي؟ ايوه هذا اتري حق جد جدك الله يرحمه. الله يرحمه يا شيخ، الله يرحمه. خلي بالك منه، سامع ولا لا يا وسيم؟ طيب ابويا خلاص. شوف ويعرفوا كيف وسيم الطاقية ايش يعرف يسوي. الو بلدية، كيف حالك؟ يا ابوي انا ابى اشتكي جيراننا. ايوه في واحد اسمه حسين، واحد اسمه عبد الله. يا ابوي عدموا الدنيا مويه والشوارع، وعدموني حتى انا، روشوني طرطشوني يا اخي. تكفى الله يعافيك، شوف لنا حل فيهم. ما يصير يا ابوي، هذه مي اصول بشك ولا قوانين حارب. الله يعافيك، طيب سلام عليك، لا تتاخر. الله يوريك حسين عبد الله. ها ما اكون اسيم بطاقية انا اذا ما وريتكم. ايش هذا الراديو المعفن؟ ها فقع قلبي هذا الراديو. الله يوريك فيه يا شيخ، بلا راديو بلا كلام فاضي، انا اوريك فيه الحين. ايوه شفت كيف انا؟ شفت شفت ترى من بيت وسيم. شفت 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 الرجل اللي قاعد يعلمنا النظافة؟ شفت الرجل قاعد يعلمنا احترام الشارع؟ شفت
شايف من بيتهم قاعد يرمي قاعد نروح له الان ونشرح له اللي كان يشرحه لنا قال لي النظافه قال تفضل تفضل روح تفضل لا روح انت عشان هو كبير شوي استنى 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 يا رامي استنى فين الراديو حقي ابغى اسمع الاغنيه ها الراديو فين قول لي اتكلم الراديو فين ايوه ايوه ابو جاي جاي جايك ابويا بالكلام الراديو ايوه انا اتصلت بحقون الصيانه يا ابويا شايف قلت لهم ايش 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 اتصلت بالصيانه طب لا تزعق فيها كده يا وبعدين قلت لهم الراديو حق ابويا خربان وابويا الراديو هذا وارثه عن جد جده الله يرحمه يا ولد مين اللي قال لك جيب حقون الصيانه هذول مين اللي قال لك جيب حقون الصيانه احد اصلا قال لك خذه وديه للصيانه مو الراديو خربان يا ابويا ما هو قال لك مين قال لك انه خربان ما هو خربان يا ولد والله خربان يا ولدي ما هو خربان يا ولدي روح جيب الراديو روح الآن الآن لازم تقدر الآن الآن